اشرحها لكم انا. المدخل ده اللي قدام الباب المحل عندي، وكله جاي من اليمين من الشمال يدخل يمين، والعربيه جايه هتشيله اهو. بصوا بصوا كله جاي طاير، جاي طاير، كله جاي طاير. بص الساعة كام دلوقتي كده؟ 8:30. فاضل بس ثواني الحصة تحصل اهو. كله جاي طاير، كله جاي طاير. بصوا بقى، هو بصوا هنا العربية الحمراء دي جاية اهي، وده اوبو شالو. اوه استر يا ستار، استر يا ستار. بص الاحمر هيرجع في كلامه تاني اهو، وده دخل ولف اهو، كله جاي غلط. بص ده احنا بنعلم شبابنا دلوقتي، ما فيش حد يدخل غلط لا فاجر ولا دوخ. بص كله جاي طاير. بص اهو، بص العربيه دي دخلت نفس الدخله بتاعت الشيخ، بس هو ماشي عكس برضه، وهيدخل ورات اتوبيسات بره هيمشي عكس برضه، كله جاي طاير. ده ربنا شاطر كمان، خلي بالك كان ممكن العربيه دي تخش في الكشك كمان. ده في اتوبيس ده انا هيدخل دلوقتي.